إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد مع هذا الموقع الاستثماري لروبل، موقع رائع جدا. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع لديه عدة خطط للاستثمار. يقول لك هنا تقدر أن تربح حتى 20% لمدة يوم واحد، الإيداع من 10 روبل إلى 1000 روبل. والحقيقة أن طريقة الاستثمار سهلة جدا. أولا لدينا طريقة تسجيل، نضغط على هنا ونضع اسم المستخدم، هنا كلمة السر، تعيد كلمة السر، تضع الإيميل، تضغط هنا ثم تضغط على كونفيرم. ليحتاج إلى التفعيل أنا سأضغط على كونيكسيون أو كونيكشن لأدخل إلى الحساب. تضع اسم المستخدم، كلمة السر، وتضغط على الدخول. هذه هي واجهة الموقع. إخوتي أوصيكم أن تستخدموا المتصفح أو المتخفي هو للدخول. إذا ليس لديكم سأترك لكم رابط هذا المتصفح المتخفي واستخدموا جوجل كروم. إذا لم تستخدموا هذا المتصفح المتخفي لا تقدرون أن تدخلوا إلى حسابكم. أعيد، استخدموا المتصفح المتخفي للدخول إلى حسابكم. هذه هي واجهة الموقع. لقد سحبت من هذا الموقع 17 روبل. لو نذهب إلى الباير إستوريك، يا إخوتي وصل 16.84. هذا هو الموقع. لو نذهب إلى الإيميل، ها هو الموقع، وصلت 16.84. أنا استثمرت في الموقع 100 روبل. فهي طريقة العمل سهلة جدا. سأقوم بالترجمة. تذهبون إلى الخانة الثانية للإيداع، تضعون هنا القيمة، أنا أودعت 100 روبل، تضغطون هنا ثم يوجهكم إلى الباير ليتم الدفع. قبل ذلك قم بتصغير الصفحة، تذهبون إلى السيتينج، تضعون هنا عنوان محفظة الباير، ليس كوبي كولي أو النسخ ولكن تكتبونها يدويا. تضغطون على صفقات كما قلت لكم، ثم تذهبون إلى الخانة الثانية، ليس الداشبورد، تذهبون إلى الخانة الثانية للإيداع، تضغطون هنا القيمة، أنا أوصيكم ب 100 روبل، تضغطون هنا ثم يحولكم إلى الطيار للدفع. ثم تأتون إلى زائد إيداع جديد هكذا، هنا تختارون الخطة، يوجد هذه الخطة من 90 إلى 900 روبل 18% 24 ساعة. كما قلت لكم تختارون الخطة من هنا 90 روبل إلى 900 روبل 18% في 24 ساعة، أو 80 إلى 800 روبل 17% خلال 24 ساعة. الخطة السابعة 16% خلال 24 ساعة 70 روبل، الحد الأدنى هنا 60 روبل الحد الأدنى، 15% في 24 ساعة، وهنا 50 روبل الحد الأدنى إلى 500 روبل 14% 24
24 ساعة يتم لك الدفع 14%. إذا وأنت الحد الأدنى، إذا لديك فقط 40 روبل اختار هذه الخطة 13%. إذا لديك 10 روبل فقط اختار هذه 10%. أنت وما لديك في حسابك في البايير. أنا استثمرت 100 روبل اخترت هذه الخطة، ثم تضعون القيمة هنا 100 روبل مثلا، ثم تضعون أوفر الديبو أو كم لديك في حساب البايير. بالنسبة للإحالة ها هو رابط الإحالة، بالنسبة لإيداعتي أو ما أودعت في الموقع هو الموقع الشغال لدي 17% ليس 18%. لقد انتهى هذا الإيداع أول يوم، سأفعل إيداع آخر بمئة روبل. إخوتي سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو، أظن أن الشرح واضح. إذن هنا تودعون، أولا تذهبون إلى السيتنج لتضعون عنوان محفظة البايير يدويا، تذهبون إلى هنا إلى الإيداع، ثم إلى هنا لتفعيل الإيداع، تختارون أي خطة تريدونها حسب الحد الأدنى الذي لديكم. هنا للسحب تضع القيمة هنا، ثم تضغط على صوتي أو ويندرو. أخواتي سأترك لكم رابط الموقع تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.